وصل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إلى المملكة المتحدة أمس على رأس وفد برلماني في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تلبية لدعوة من رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو. ومن المقرر أن يلتقي الغانم خلال زيارته ولي عهد بريطاني الأمير تشارلز، كما سيعقد سلسلة من المباحثات الرسمية واللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين بالمملكة المتحدة. يتوقع أن تتناول علاقات التعاون بين البلدين خاصة في الجانب البرلماني، إضافة إلى إلقاء المحاضرة في كلية لندن للاقتصاد عن التطور الديمقراطي والحكومة في دولة الكويت. وكان في استقبال الغانم والوفد المرافق لدى وصوله سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان وأعضاء السفارة. ويضم الوفد البرلماني الكويتي إضافة إلى الغانم كل من النواب أحمد القضيبي وركان النصف وعسكر العنزي وماجد المطيري.